راعينا يعني احنا الكبار هم عذبنا صدام المقبور وعذانا يعني هاي تاليه. انت وين ساكن بفضل؟ انا لا حول ولا قوه. تشتغل هنا؟ انا حمال اشتغل قلت لك بالعرب انا ما عندي حداني لا حول ولا قوه الا بالله. فانا كل طيب وناس السيد الوزراء المحترم السيد وزير الداخليه عبد الامير الشمري والحكومه الطيبه يعني تراعي الفقير يعني تراعينا يعني احنا الكبار هم عذبنا صدام المقبور وعذانا يعني هاي تاليه. انت وين ساكن بفضل؟ انا كان اهلي بالفضل. هسه انت وين ساكن حاليا؟ انا هسه قاعد بالشارع بالعرب انا انام. تنام بالشارع؟ بالشارع وبالعرب انا؟ اي زين. وما حد اجى عليك لا مسؤول؟ اجاني مسؤول طبق علي سالي 25 الف دينار. مشروطك 25؟ اي ما اعرف شنو هو. شايل المسدس ومعلقه قال لي هاي مو بداية سيارة سوداء. تمشي الحج ان شاء الله خير. ان شاء الله انا اشكرك وبارك الله بيك وانا اشكركم. هاي الفاتحة هسك بالفاتحة هذا الاكل بالفاتحة عايش على الفواتح هاني هاي لا حول يعني مواطن عراقي يعيش يعيش على الفضلات الموجودة مال الفواتح. زين ليش؟ احنا اليوم المفروض احنا بلد غني وعندنا حكومة عراقية وعندنا مسؤولين وعندنا تجار اليوم المفروض يباعون على حال هاي الناس يباعون على حال هاي الناس. هذا الرجل ينام بعربانه رجل ينام بعربانه ويروح يفتار على الفواتح الاكل الموجود يلمه من الصغير الى الكبير اخدم يعني على مود عيشتي. جيب لي رقماتك منها جيب لي أخذ. هذا رقمي موجود اخذه. ايش رقمك؟ 0777131234. ابو منو شو اسمك؟ ابو ياسر عمار ابو ياسر. عمار ابو ياسر.